الأردن هناك تاريخ عميق في الموسيقى، ويعني تنوع كبير جدا ما بين الموسيقى الريفية أو الفلكلور أو الغناء الريفي، وأيضا الغناء البدوي، والآلات الموسيقية تختلف ما بين الغناء البدوي والريفي. فممكن تلاقي بالغناء الريفي السمسمية، ممكن تلاقي القربة، ممكن تلاقي فرضا المجوز، والعديد من الآلات كالشبابة أيضا. أما في الغناء البدوي ممكن تسمعوا أصالة الغناء العربي الأصيل القديم من خلال القوالب الغنائية البدوية مثل الهجيني ومثل الجوفية وسامر. فدعونا معا نشاهد طبعا هذا يا التقرير ريت، من يلا الأردن يا ريت لنتعرف على هذا التاريخ العميق من الموسيقى والتراث. التنوع الموسيقي في الأردن بشكل أخص أكيد هو يعني المملكة الأردنية الهاشمية وموروثها الموسيقي، جزء من الموروث العالمي لا شك. فالتنوع موجود في العالم وفي الأردن بشكل أخص، هناك أشكال وأنماط مختلفة من الموسيقى أو الأشكال الأنماط الموسيقية. نحكي عن الموسيقى الريفية في شمال الأردن ومنطقة مطلة على منطقة سهل حوران، ونحكي عن الموسيقى في وسط الأردن وهي موسيقى خليط من الموسيقى الريفية والبدوي شيء ما. وإذا انتقلنا إلى جنوب الأردن راح نلاحظ أن هناك الموسيقى البدوية المحضة التي لها قوالب خاصة. لو أخذنا هذه الأشكال الموسيقية بالترتيب راح نشوف أنه في شمال الأردن، في منطقة شمال الأردن، هناك العديد من الأنماط الجزئية الموجودة في التراث الموسيقي الأردني. بنحكي عن الموسيقى الريفية، ومقصود بالريف هي المنطقة السهل والجبل بنفس الوقت. وأكيد التضاريس عكست هذا المفهوم على الحس الفني للمواطن الأردني، بحيث نجد هناك العديد من الأشكال مثل العتابة، الميجنة، زريف الطول. هناك أغاني شعبية خاصة بالمنطقة نفسها. وهنا حاب أنا أحكي شغلة، إنه ترى الأغنية الشعبية هي تؤرخ لوطن، تؤرخ لمجتمع، تؤرخ لأفراد مجتمع كامل. هذول ترافقهم غالبا الشبابه او الغول والطبله او الدربكه. وطبعا حاليا احنا بنعرف انه صار الاورج، وصار الموضوع برافقهم الاورج والموسيقى المعاصره. في جنوب الأردن هون احنا بنحكي عن الغناء البدوي. الغناء البدوي طبعا له كثير قوالب، الهجيني، في عندنا السامر اللي ما بيستخدموا فيه آلات موسيقية، هذا ما نحكي من ناحية موسيقى، فقط هو عبارة عن مجموعة من الرجال فقط، وبيصطفوا كتف الكتف، الكتف بشد الكتف، ولها معاني أكيد اجتماعية، الكتف بالكتف والقوة اللي بتعطي قوة والدفاع عن الوطن وعن القبيلة.